تقولي على 190. اوكي دير فيوتشر مي، دير فيوتشر مي، دير فيوتشر مي. دير فيوتشر مي. انت عايزني اقول حاجه بقى؟ اوعى تبطل تعمل خير، عشان كل ما بتعمل خير بتساعد ناس هتلاقي نفسك كل شويه بتلاقي حاجات اكتر، حته فيها برضه حته في ربنا يوفقك فيها، ربنا ييسرها معاك ويسهلها في كذا حاجه. دير فيوتشر مي. الحمد لله عديت بحاجات كتير بس الدنيا مشيت يعني وبتمشي وهتمشي ان شاء الله، فما تقلقش. Everything's gonna be okay. على طول بيحصل حاجات تحس ان خلاص دي نهايه العالم وعادي ربنا بيسهل، وتطلع في الاخر حصلت عشان سبب احسن. يعني اطلع بقى ايه خلاص الدنيا هتنتهي، بس هي بتحصل عشان صالحي اصلا. دير فيوتشر، خليكي قوية زي ما انت. I need to learn from my mistakes and not do it like over and over again. اتمنى ان دايما تفضل نيتي تجاه عمل الخير مهما كان بيحصل حاجات كتير ممكن تثير غضب او حاجات مواقف في وسط الدنيا الزحمه، الواحد يفضل دايما ماسك في نيته كويس ان هو لابعد مدى هيفضل مركز ان هو جاي يعمل خير وهيتصرف على هذا الاساس لحد اخر نفس. يعني دي فيوتشر مي لازم نظهر امباكت كريتيفز، عشان احنا اكيد موجودين هنا لسبب معين فلبلدنا فورفر.